الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال
وما كنت ترجو تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما
Oh!
له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليك ترجعون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.
فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والشمس وضحاها والقمر والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من
خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولا الضالين. بسم الله
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة الفاتحة للقرآن الكريم يشفع لنا وللمتوفية وللحاضرين وهكذا عشنا مع مسك الختام تلاها علينا زالكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله والمقيم بالقاهرة كما نقلت وأذيعت على اسم حضراتكم من احدى وحدات الاذاعات المحليه والهندسه الكهربائيه اداره ومحلات